نظمت رابطة الأطباء العربي في النقب إفطارا رمضانيا للأطباء في الجنوب بمشاركة عشرات الأطباء في الأمسية التي جاءت كجزء من التواصل الاجتماعي فيما بينهم. إفطار جماعي رمضاني لرابطة الأطباء العرب في النقب، عمليا يأتي هذا الإفطار هو نوع من الاجتماعيات، لأن هذا الجانب هو مهم جدا، التواصل بين الأطباء، الجانب الاجتماعي، خاصة أننا نعمل في ظروف وضغط هائل خلال جميع أيام السنة، فبالتالي نرى نحن في الرابطة من أهمية كبيرة لمثل هذا اللقاء الذي نجتمع فيه كأطباء. احنا بنشجع كل لقاء من هذا القبيل، لأن الأطباء هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وخصوصا في هذه الأيام الصعبة، فهذا يوم اجتماعي، لقاء اجتماعي، وبتأمل أن يكون فيه تجاوب أكبر من الأطباء ومن الشخصيات المدعوة لكي نكون أكثر فعالين من الناحية الاجتماعية. تخللت الأمسية كلمات ترحيبية تمحورت عن أهمية مثل هذه اللقاءات الاجتماعية بين الأطباء في ظل الضغوطات المهنية المستمرة التي يعملون فيها، وإلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحسين ظروفهم ومساعدة بعضهم البعض للتقدم وتحسين صحة المجتمع العربي في النقب. اليوم طبعا احنا جينا لبينا هذه الدعوة لإفطار جماعي للأطباء العرب في النقب، لقاء مهم لجميع الأطباء من النقب وحتى من خارج النقب. مهم ان نجتمع كل فترة وفترة كأمسيات زي هذه الجميلة اللي بعيدة عن العمل، طبعا تشحننا بطاقة من جديد ونتعرف على الشباب الجدد. كل وقت في أطباء جدد خريجين، كل عدة أشهر في خريجين جدد. اليوم قمنا إحنا في هذا الشهر الفضيل، اللي أول شيء بنقول كل عام بخير للجميع ورمضان كريم، على أساس نعمل لقاء لجميع الأطباء والطبيبات من دون الشغل، من دون العمل، إن نتوحد مع بعض، نعطي أمل جديد مع بعض، إن نتحدث، إن نناقش جميع الظروف اللي لسه إحنا بنواجه فيها كأطباء كطبيبات في جميع المجالات، في المستشفيات، في العيادات. وبتمنى إن شاء الله يكون لقاء ناجح للجميع. وقبل الإفطار الذي رافقه تهاليل رمضانية، تم تكريم عدد من الشخصيات على مجهودها المستمر في تحسين صحة المجتمع العربي أو على دعمها للرابطة.